Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. اهلا بكم في السلسلة دي من الـ Conversation Time. وقت المحادثة. طبعا في السلسلة دي ان شاء الله هنقدم كل المحادثات اللي عليك في المنهج بالتفصيل وبالتحليل وكمان بالفوناتكس الموجودة فيها وكمان باللانجوج نوتس. يبقى لازم تركز معي عشان هتعرف ازاي هتنطق المحادثة صح واهم اللانجوج نوتس اللي موجودة فيها. يلا بينا نبتدي اول محادثة معنا في المنهج في يونت 1 واللي بتتكلم لي عن ناس موجودين في الكامب سايت. كامب سايت اللي هو المخيم. والحوار بيدور بين هدى ومنى. هدى اللي بتصحي منى عشان تتناول الفطار. تعالوا كده نسمع المحادثة الأول إن شاء الله وبعد كده ناخدها بالتفصيل. Wake up, Mona. What time is it, Huda? It's 7 o'clock. It's time for breakfast. Good. I'm hungry. Smells good. What's for breakfast? We are having beans and eggs. Yum! My favorite. طبعا شكل ما شفنا ان المفروض منى نايمة وهدى راحة تصحيها. فطبعا لما جيت صحيها بتقول لها wake up منى. Wake up منى. طبعا احنا قلنا فعل الامر دايما بيجي في اول الكلام وبيكون في المصدر بدون اضافات يعني في اصله. فعشان كده لازم تقول لها wake. يعني ما ينفعش تقول لها waking. ما ينفعش تقول لها wakes up منى. طيب اخلي بالي برضو ان ما اقولش wake up منى. لا لازم اقول wake up. Wake up. So she said, wake up, Mona. Wake up, Mona. Wake up, Mona. تعالوا كده نشوف فعلتها ازاي. Wake up, Mona. Wake up, Mona. Wake up, Mona. طبعا هنا اول ما منى صحيت من النوم فعلى طول بتسالها هي الساعه كام. واحنا واخدين ازاي بنسال عن الساعه بكلمه what time is it or what's the time. يعني ممكن اقول what time is it or what's the time. هنا منى قالت لها what time is it هدى. What time is it هدى. وعايزين نتكلم بسرعه شويه يعني ما نقولش what time is it هدى. لا طبعا مش بالمنظر ده. لازم اقول what time is it هدى. What time is it, Huda? تعال نشوف قالتها ازاي. What time is it, Huda? What time is it, Huda? What time is it, Huda? طبعا هنا هدى بترد على الساعة عادي جدا. شكل ما بنرد على الساعة ان احنا بنقول it's وبعدين الساعة وبعدين في الاخر a clock. والكلام ده لما تكون الساعة مظبوطة يعني واحدة او اتنين او تلاتة او اربعة. فعشان كده قلت لها it's a 7 o'clock. It's a 7 o'clock. It's 7 o'clock. فقالت لها it's a 7 o'clock. It's time for. It's time for. وكلمة it's time for معناها حان وقت. It's time for بيجي وراها دايما noun. يعني بيجي وراها اسم. فعشان كده قالت لها it's time for breakfast. It's time for breakfast. It's time for breakfast. يعني حان وقت الفطار. لأن ممكن برضو it's time يجي وراها to. بس it's time to هيجي وراها مصدر وبرضو معناها حان وقت. يعني ممكن اقول لها it's time to have breakfast. It's time to have breakfast. يعني حان وقت تناول الفطار. لكن هنا هدى قالت لها it's time for وبالتالي جابت وراها الاسم اللي هو breakfast. فقالت لها it's time for breakfast. Breakfast. فقالت لها من الاول تاني it's 7 o'clock. It's time for breakfast. تعال نشوف فعلتها ازاي. It's 7 o'clock. It's time for breakfast. It's 7 o'clock. It's time for breakfast. It's 7 o'clock. It's time for breakfast. طبعا لما قالت لها it's time for breakfast طبعا منى لسه صاحية من النوم فقالت لها good. I'm hungry. Good. I'm hungry. خلي بالك ما تقولش I am. خلاص طالما انا بتكلم فدايما خلي الشيء مختصر. فعشان كده قالت good. I'm hungry. I'm hungry. خلي بالك حرف الار في النص عادي بضم شفايفي سنة بسيطة وانا بقوله فعشان كده قلت hungry. Hungry. So she said good. I'm hungry. تعال نسمعها لتها. Good. I'm hungry. Good. I'm hungry. Good. I'm hungry. طبعا هنا المفروض انها قامت وخلاص رايحين ماشيين عشان يروحوا يفطروا. فطبعا وهي ماشية شمت ريحة جميلة ريحة الاكل فبتقول smells good.
smells good. يبقى دايما لما اشم ريحة حاجة حلوة دايما اقول smells good. smells good. فبتقول لها smells good. وبعدين بتسألها واحنا هناكل ايه على الفطار. دايما لما اجي اقول هناكل ايه على الفطار, هناكل ايه على الغدا, هناكل ايه على العشاء, فبقول what's for. فهنا بتقول لها what's for breakfast. what's for breakfast. خلي بالك من نطق حرف الار for and breakfast. breakfast. so she said smells good. what's for breakfast. طب لو عايز اقول ايه اللي على الغدا هقول what's for lunch. طب لو عايز اقول ايه اللي على العشاء هقول what's for dinner. what's for dinner. هنا قالت لها smells good. what's for breakfast. تعال نشوف قالتها ازاي. smells good. what's for breakfast. smells good. what's for breakfast. smells good. what's for breakfast. طبعا هنا لما منى سالتها ايه اللي احنا هناكل على الفطار, فهدى بترد عليها بتقول لها we're having beans and eggs. we're having beans and eggs. طبعا هنا لازم اخلي بالي ان am is are قلنا بيجي وراها verb plus ing, فعشان كده قلت لها we're having. ولازم الاحظ كمان ان we are لما اجي ادي short form ليها, يعني لما اجي ادي اختصار ليها او نطق مختصر ليها, فبقول we're. so she said we're having. we're having. ودايما ما اقولش having, يعني ما بينش الج ساوند. ال ing بتبقى having. having. so she said we're having beans and eggs. and eggs. and eggs. يعني ما اقولش and eggs, دايما بحاول اخفي الدي. فعشان كده قالت we're having beans and eggs. تعال نشوف قالتها ازاي. we are having beans and eggs. we are having beans and eggs. we are having beans and eggs. طبعا هنا بعد ما راحت منى وكلت واستمتعت بالاكل فبتقول يم يم. طبعا يم دي بتتقال لما يكون باكل حاجة ولقيتها لذيذة, فقالت يم. بعد كده قالت my favorite. my favorite. وهنا لازم ألاحظ حاجة مهمة جدا في كلمة favorite. هي البنت منى ما قالتش my favorite. تاني ما قالتش my favorite, لا هي قالت my favorite وكأن ما فيش او بعد الفي. تاني قالت يم my favorite. يم my favorite. تعالوا بقى نسمع المحادثة كلها إن شاء الله مرة تانية ونتأكد من الحاجات اللي إحنا قلناها دي. Wake up, Mona. What time is it, Huda? It's 7 o'clock. It's time for breakfast. Good. I'm hungry. Smells good. What's for breakfast? We are having beans and eggs. Yum! My favorite! Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا حبايبي طلبة الصف الخامس الابتدائي, يقول لكل زمايلك يلا واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل المحادثات الباقية ان شاء الله بالشرح والتفصيل. هنعرف المحادثة وهنعرف اللانجوج نوتس اللي فيها وكمان هنعرف الصوتيات اللي موجودة فيها. Goodbye. السلام عليكم.